بمشاركة 57 فريقا من مختلف ولايات الوطن. تنطلق منافسات بطولة الخريف للرماية التقليدية المنظمة في مدينة العيون بإشراف الأمين العام لوزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان رفقة والي الحوض الغربي. يسعدني أن أتواجد معكم اليوم في مدينة العيون الجميلة للإشراف على انطلاق دورة الخريف للرماية التقليدية، وذلك في هذه الأجواء الخريفية الجميلة التي شهدت ولله الحمد تساقطات مطرية غزيرة، وهو ما يستدعي منا جميعا في هذه المدينة الإقبال على الزراعة استجابة لدعوة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني لاستقلال الفرصة والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الزراعي. أيها السادة والسيدات، تعتبر الرماية رياضة وطنية تستمد جذورها من تراثنا العريق، فطالما كانت جزءا أساسيا في الفعاليات الترفيهية في الماضي والحاضر، فهي تساعد على تقوية القدرة على التركيز والتسديد، وتنمي روح الصبر، وتشجع على التنافس الإيجابي والمشاركة الجماعية. عمدة بلدية العيون خلال كلمة بالمناسبة عبر عن سعادة البلدية لاستضافة هذا الحدث الرياضي المهم. نتشرف بأن نستقبلكم اليوم في بلدية العيون عند هذا الموقع المتميز، موقع أم كرية، حيث ستقام دورة الخريف للرماية التقليدية. ولا شك أن هذا النوع من الرياضات يكتسي أهمية تاريخية وتراثية كبيرة، مما يستدعي تذمينه، فالرماية إحدى الرياضات التي ترتبط بالتراث بل ترتبط بالدين. وتنظم هذه البطولة بالتزامن مع مهرجان العيون للثقافة والتراث، وتستمر لمدة 3 أيام، يتنافس فيها الرماة على نيل جوائز قيمة مختلفة. الحسن دباب، قناة الموريتانية، مدينة العيون.